غابات سندربان في الهند، واحدة من أخطر الغابات الموجودة في العالم، باعتبارها من أكبر تجمعات النمور البنغالية. نمور اشتهرت بعدوانيتها وافتراسها للبشر. النهاردة هحكي لك قصة الصياد السيكوباتي في مواجهة النمر اللي قتل وافترس 45 إنسان. باختصار، القصة بدأت سنة 1989. ضابط الغابات دي اف او حبيب، او الصياد السيكوباتي زي ما اشتهر، كان على وشك التقاعد من منصبه ومتابعة مسيرته السياسية، لكن وقتها جات له تقارير عن نمر بنغالي اكل للحوم البشر. النمر ده بينشط في غابات جواليور ضمن سلسلة غابات سندربان او سندربانز، وحسب التقارير دي كان وصل عدد ضحايا النمر لـ40 انسان. حلق من الرعب الحقيقي عاش السكان المحليين المحيطين بالغابة. هجوم من النمر في كل الأوقات تقريبا وفي مناطق متفرقة، وما كانش مجرد طب لحظة واحدة خلينا فكرك تصلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام وادعي لإخواتنا في غزة، اشترك دلوقتي في القناة واعمل اعجاب بالفيديو ويلا بينا نكمل. وما كانش مجرد هجوم عشوائي بيخلص بشوية إصابات طفيفة أو حتى حالات قتل والسلام. الضحايا كانوا فرائس حقيقية للنمر. برغم توافر فرائس كتير جدا من الحيوانات البرية في الغابات دي، إلا أن البشر كانوا وجبته المفضلة. مجرد أشياء بشرية كان بيتم العثور عليها من وقت للتاني، بعد ما بيكون النمر خلص وافترس معظم الجثة. ساعتها اتقلبت الدنيا، خصوصا ما بين السكان المحليين وإدارة غابات سندربان. وسخنت الأحداث أكتر لما النمر افترس الضحية رقم 44. 44 ضحية على مدار 3 سنين بس. الصحف والمجلات قادت حملة تشهير ضد إدارة الغابة دي، ما بين مؤيدين لقتل النمر حفاظا على حياة البشر، وطبعا بيتهموا إدارة الغابة في التقصير وعدم قتله، وما بين نشطين في مجال حقوق الإنسان اللي ادعوا ان النمر ده ما تسببش في قتل حد، وان الموضوع غامض وانه لا يجوز قتله او حتى اصطياده. ايوه هما كانوا شايفين كده، وشافوا كمان ان ادارة الغابة هي اللي فاشلة في السيطرة على النمر. حملة التشهير كمان كانت ضد الصياد حبيب اللي ذكرناه في اول القصة، لانه كان قتل على مدار مسيرته 3 نمور بنجالية. الجماعات الحقوقية بقى يا سيدي قالت ساعتها ان اصطادهم بدافع هواية الصيد مش اكتر، وانها ما كانتش نمور معادية ولا حاجة، وده السبب اللي خلاهم يلقبوه بالصياد السيكوباتي. وبسبب التداعيات دي إدارة الغابة قررت تتجنب الصراع مع الجمعيات الحقوقية والإعلام، وما قدموش بلاغ رسمي للسلطات الحكومية، إلا أن وقتها ظهر مسؤول في الشرطة اسمه محمود حسن. هو اسمه محمود حسن من مسلمين الهند، أو بالتحديد مسلمين بنجلاديش كمان، وقدر يضغط على إدارة الغابة وأجبرهم بحكم سلطاته على تقديم بلاغ. وأخيرا قدموا بلاغ وفعلا أخذ موافقة من السلطات بقتل النمر. دي الحاجة اللي زرعت الأمل في نفوس القبائل وهدتهم شوية، وما بقاش ناقص غير إن عملية الصيد تتم بنجاح. وصل عميد محمود ده لمقابلة حبيب، وكان طلبه واضح ومحدد: ساعدني نخلص عن النمر ده. وبخبرة حبيب في اصطياد النمور البنغالية بالتحديد، وكمان خبرة الجنرال اللي كان سبق أستاذ بعض النمور في منطقة تراي في سيليجوري، قد تبدو المهمة متاحة، إلا إني هرجع وأقولك نمور سندربان أخطر. الجنرال كمان كان نجح بمجرد وصوله للمنطقة إنه يصطاد غور ضخم بوزن 1500 كيلو جرام في مولفي بازار بعد ما أصيب بالسعار وهاجم الناس هناك، إلا إن برضه نمور سندربان أخطر وصيدهم أصعب. أولا الجنرال محمود حسن عمره ما اصطاد نمر بنجالي قبل كده. ثانيا النمر نفسه كان صياد اصلا، صياد نمور، وقتل حوالي 17 نمر. ثالث سبب من الاسباب دي انه اساليب الصيد القديمه مش هتنجح مع نمور غابات المنجروف في سندربان. رابعا عشرات الصيادين اتقتلوا بسبب اعتمادهم على الاساليب التقليديه والقديمه.
ضيف على كده بقى ان الغابة كمان عبارة عن مجموعة من التضاريس المترابطة ببعض، فده بيخلي عملية تتبع آثار أقدام النمر شبه مستحيلة. ونيجي للوسيلة الأخيرة اللي ممكن تجيب نتيجة مع صيد النمر، نستخدم جاموس أو بقرة قطوع مليه. حتى دي مش هتنفع، لأنه ببساطة الفرايس دي موجودة أصلا بكثرة في غابات سندربان. لأ خد الأتقل بقى، نمور سندربان أصلا اتعودت تاخد حذرها أكتر لما تشوف أي فريسة مربوطة بشجرة. أخيرا وبرغم تعقيد المهمة، طلع حبيب بفكرة جهنمية، بواقي الجثث اللي السلطة بتنتشلها. بعد ما بيتم انتشالها، النمور بتظهر أو النمر ده تحديدا بيظهر في بعض مناطق الجثث دي، وكأنه بيدور على اللي باقي من فريسته علشان يتناوله أو يسد بيه جوعه. دي ممكن تكون أحسن كمين للنمر. ببساطة شديدة حبيب قالك احنا نسيب بواقي الجثث دي في مكانها، وعلى فترات النمر بيروح وبيرجع يكمل وجبته أو فريسته، وبمجرد ذهابه وقبل عودته لازم يكون الجنرال وفريق الصيد موجودين في المنطقة ومنتظرين على سقالة مرفوعة من الأرض، بحيث ان أول ما النمر يظهر يضربوا عليه النار مباشرة. طبعا السقالة تكون مرفوعة على الأرض للسبب اللي هقوله لك دلوقتي، لو نجحوا واصطادوه فتمام، ولو فشلوا فهم في أمان طول ما هم فوق السقالة. أخيرا انطلق الجنرال وطاقمه معتمدين على الفكرة دي والتوفيق، ووصلوا لمكان الفريسة رقم 45، آخر فرايس النمر البنجالي المتوحش. نصبوا الكمين، أسسوا السقالة، الجنرال استقر في مكانه هو وفريق الصيد، ومع الساعات الأولى من الفجر ظهر النمر علشان يكمل افتراس فريسته. إلا إنه الجنرال نجح وبتوفيق كبير جدا إنه يصيب النمر من أول طلقة وأنهى قصته. دي باختصار كانت قصة واحد من أشد وأفتك النمور أكلة للبشر في الغابات في الهند. أتمنى يا رب تكون القصة عجبتك وتكون استفدت معلومة جديدة. هكون سعيد جدا لو انضميت دلوقتي لأسرة أرض العجائب واشتركت في القناة، وهكون أسعد لو عملت إعجاب بالفيديو، وأشوفك الفيديو اللي جاي على خير.